طيب عايز دلوقتي شويه رنجه معايا. حلو الكلام. الرنجه انا مسيخها في سيخ، فعايز اعمل حاجه حلوه النهارده. ايه هي؟ واحنا واقفين كده للسله مع بعض نقفل. حاضر، يلا. اللهم صل على النبي. طيب هستاذن مخرجنا الجميل اللي بيعذبني، مقادير تورته عيد الربيع على الشاشه، كل انواع الخضار اللي موجوده عندك بلا استثناء. عندنا بنجر، عندنا جزر، خيار، خس، بصل اخضر، كل الخضروات دي معانا زي الفل يا عم الشيف. ومعانا رنجه ومعانا خلاط، دلوقتي هنضرب الصوص والتوبنج بتاع التورته. عينيا، كله موجود معاك زي الفل اهو. نعمل الاول الصوص بتاعنا. اللهم صل على النبي. ده كده، دي اهم حاجه، والمقادير على الشاشه، صورها بالتليفون على السريع عشان تكسبي وقتي. العب، اهدى اهدى شويه. حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ اهم حاجه اللي انا اعمله دلوقتي. انا عملت ايه؟ الفكره جت لما وعدت حضراتكم امبارح والحماس خدني ان انا اعمل حاجه جديده النهارده، ونقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. كالعاده بنعمل الجديد وما فتناش مناسبه في كل الاوقات، لازم نكونوا حاضرين. ففكرت اعمل حاجه مختلفه ولكن بتناسب المناسبه الحلوه اللي هو عيد الربيع وعيد شم النسيم. فلقيت الخضار واحنا بنستمتع بكل انواع الخضار اللي موجوده دلوقتي، جزر، بنجر، بقدونس حلو فريش، خس بلدي، خيار، فلفله حلوه، رنجه، طحينه، كل دي المقادير معانا. تعالوا نعمل التوبنج بتاع الايه؟ التورتايه. ادي الرنجه، ناخدها زي ما هي كده في قلب الخلاط. 2 3 4. حلو قوي، يعني حبتين رنجه. هنحط عليهم يا عم الشيف شويه دبس الرمان. حلو قوي، زي الفل. تمام، وهنحط عليهم شويه طحينه. زي الفل. وهنحط عليهم يا عم الشيف شويه عصير ليمون. ده كله على الرنجه، خلي بالك، عصير ليمون. واسمع صوت عصير الليمون بكثافه كده. حلو الكلام. تمام. ونحط زيت زيتون. يلا يلا يلا. حلو الكلام، بس كفايه. ونشغل الخلاط بتاعنا. احط للامانه كمان سنه كمون صغيره، وللامانه معلقه خل. اللي هياكل من السلطه دي هيدعي لي. حلو، وشويه الخل دول وشويه البقدونس الحلوين دول، يا دلعك يا شيف. وشويه البنجر الناعمين الحلوين دول، يا دلعك يا شيف. وشويه الخس الجزر المبشورين دول، يا دلعك يا شيف. وكل دول في قلب الخلاط. يلا مع السلامه. مش هحط ملح. ومعانا ميه دافيه. عينيا. حاضر. بس خلاص. انت بتعمل ايه يا شيف؟ بشيل البصمه دي انزلها تحت شويه عشان تاخد لون. وشوفوا الصوص اللي عمله الشيف ده كده بسرعه. اللهم صل على النبي. اشيل الخلاط ده من هنا عشان اوسع لنفسي بنفس الترتيب ده كده، ونبص الدنيا اللي عامله معانا ايه. بص، هو ده الجو، هو ده. ده البهريز بقى، ده الموضوع، هنا الحكايه، هنا التفاصيل. والباقي خليه في بوله معايا. وتعالوا شوف هنعمل التورتايه ازاي. نطلع فاصل، فريق العمل بتاعي الجميل الحلو، فرسان العمل الحلو ده. اطلع فاصل ولا اكمل؟ طب خلونا نطلع فاصل بالتركية الحلوة دي كده.
يلا يا شفيق، انا عارفك بتحب الحاجات الحلوه دي. بص كلام، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص هنا على الحلاوه، هنا الحلاوه اهي. يلا هنا، هو ده هو ده. ايه دي الحلاوه؟ رنجه مشويه في السيخ زيها زي الشيش زي الكباب، وحقوق الطبع لدينا وبس. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. طيب خلينا بقى اشتغل في الايه، في التورتايه. الكل عايز يشوف الشيف هيعملها ازاي. دي سهله خالص على فكره. هناخد خس كده نحطه. شفت موضوع التورتايه ده بقى الفكره جايه منين؟ عينيه. ده عيش محمص، خلي بالك، عامل زي المكرونه النكتتيلي او المكرونه الاسباجيتي العريضه. ركزي في الموضوع، عشان انا النهارده ايه، عايز اعمل حاجه حلوه قوي عشان اخواننا الاقباط وعيد شم النسيم. هل واحط شويه جزر، اوسع الدنيا دي كده. ايه رايك الحاجه حلوه كده؟ تمام، انا اوسع لك انا. مخرجنا بيحب الحاجه. ده جزر. وادي بقدونس. كل الخضار متقطع وجاهز. معايا مساعدين شطار بوجه لهم تحيه كبيره، مش انا اللي بشتغل لوحدي، انا اقل واحد بيبذل مجهود في كل فريق العمل ده. ده بنجر مبشور عشان الانيميا، الاخت اللي كانت بتسال عن الانيميا من شويه. خلي بالك، ده عيش. اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده عيش متقطع برضو. شوف هعمل ايه دلوقتي. تاكلي منها وتدعي لي. نرجع بقى للايه، للصوص اللي انا عامله دلوقتي. احط ده هنا كده، ومعايا صوص لطيف وحلو. شفناه من الاول كنا عاملينه ازاي مع بعض. القوام بتاعه. يا دلعك يا دلعك، العب. تورتايه عيد الربيع. لسه ما خلصتش دي، انا عاملها على شكل هرم، الهرم حضاره مصر. لسه ما خلصتش النظافه، انا سبتها للاخر علشان هتاخد وقت هي، والمقلوبه هنقلبها مع بعض ونبقى خلصنا. الوقت بيسعفنا. ناخد شويه خس حلوين بالشكل ده كده، ونجيب الرنجه الحلوه دي كده تنزل هنا كده، اللهم صل على النبي، ونلف كده ونلف كده ونلف كده ونلفها كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ حط عليها خس بالشكل ده كده، شويه بقدونس حلوين كده. دي بقى عايزه هرم بقى، دي شكله مش بس بتوع الكحك اللي بيعملوا هرم كحك، لا احنا كمان بنعرف نعمل اهو. والبنجر زي الفل، ومعانا جزر. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ جزر اتحط كده كده، جواها رنجه، طعمها رنجه، شويه خس حلوين تاني. عينيه، حاضر. ننزل بالصوص بتاعنا الحلو ده كده. لا النهارده يومك يا شفيق، انا عارفك بتحب الحاجات دي، بتحب الشو بتاع الخضار. شفت الصوص نازل يتناغم ازاي؟ ده فيه كل حاجه، فيه رنجه، فيه زيت زيتون، فيه عصير حامض، فيها شويه كمون، فيها بنجر، فيها جزر، فيها بقدونس في الصوص ده كده. لسه ما خلصتش، لسه معانا وقت. ننزل بخاصه، معانا وقت قد ايه؟ الله عليكي، يا سلام لو خليتهم 10 دقايق يا استاذه رحاب، هجيب لك كحك العيد. حاضر، حتى لو 2 كيلو كحك. كنزي يا كنزي، ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين يا كنزي. كنا عايزين فتت شاورما. فتت شاورما، حاضر يا كنزي، نعمل لك احلى فته. تعمل ايه ده يا شيف؟ انت عملت هرم من الرنجه، هرم من الخضار الربيع، مش عيد الربيع؟ وفي مصر اللي غنينا للربيع اغنيه الربيع بتقول ايه؟ الدنيا ربيع. سمعوها لي كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لسه ما خلصتش. والفلفل الاحمر ده حلو كده. اللهم صل على النبي. دنيا ربيع والجو بديع. حلو.
دي تورتة الربيع اللي الشيف المغاز عملها، اوسع لها بقى كده واشيل كل الحاجات دي من جنب كده عشان مخرجنا الجميل يدلعها اخر دلع. حلو الكلام؟ اه. وانا واقف كده زي الفل واشيل الحاجه دي من هنا عشان عندي سلطه وعندي مقلوبه عايز اقلبها. عايزين نشوف المقلوبه اللي الشيف عاملها النهارده. اه عينيا حاضر. وانا خلصت بعون الله. هو الوقت الحلو بيعدي بسرعه. طب اعمل ايه؟ اشيل الخضار ده. عينيا انا ثبتها لك في مكان حلو دلوقتي. خليني اوسع لك الدنيا دي كده. انا عايز التورتايه دي تتدرس. لما بقول حاجه حقوق الطبع لدينا وبس، ده مش من فراغ، دي خبره طهويه. اللهم صل على النبي. ايه رايك في مكانها كده؟ ايه رايك في مكانها كده؟ اه جنب البصل. حلو. حط عليها شويه صوص كده حلوين. تورته الربيع حصريا على شاشه القناه الاولى، القناه المصريه، قناه الابداع. اه ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ زي الفل. نعمل حاجه حلوه كمان، عندنا خبز محمص كده ونحطه كده. شفت الجو ده كده بقى؟ شفت الجو البصمات ده؟ اه اه الله عليك، الله عليك وعلى والديك. اه ده الشكل النهائي ليها.